مرحبا أصدقائي، الآن سنتعرف على الضرب. يقولون بأن الضرب لا يحفظ إلا بالضرب. أنا لا أتفق مع هذه المقولة، أنا أقول الضرب يحفظ بالفهم. إذن لنلاحظ هذه المسألة. لدينا هنا عمارة، هذه العمارة بها عدة نوافذ. السؤال هو كم عدد النوافذ؟ صديقتنا آية أجابت: لكي أتعرف على عدد هذه النوافذ سأحسب كم نافذة في كل طابق، فوجدت خمسة، ثم أجمعها خمسة زائد 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 خمسة، ثم أحسب كم تساوي. خمسة زائد خمسة عشرة، زائد عشرة عشرون، زائد عشرة ثلاثون، زائد عشرة أربعون. فقالت آية: إذن عدد النوافذ هو 40 نافذة. أحسنت آية، إجابتك صحيحة وطريقتك جيدة، ولكن لنسأل الآن صديقنا بهاء: كم نافذة في العمارة؟ قال بهاء: أصدقائي، أنا لدي فكرة أخرى تسهل علي الحساب. لاحظوا، لدي خمسة نوافذ، وكم من طابق؟ سأحسب عدد الطوابق: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. إذن لدي ثمانية طوابق، في كل طابق كم من نافذة؟ خمسة نوافذ. إذن سأكتب خمسة نوافذ في ثمانية طوابق. لاحظوا، لدينا خمسة نوافذ في ثمانية طوابق، أو لدينا ثمانية طوابق وفي كل طابق خمسة نوافذ. وبما أنني أحفظ جدول الضرب، فالنتيجة بالنسبة إلي واضحة: خمسة في ثمانية تساوي 40. لاحظتم؟ صديقتنا آية وصديقنا بهاء توصلوا إلى نفس النتيجة ولكن بطرق مختلفة. صديقتنا آية استعملت الجمع، وصديقنا بهاء استعمل الضرب. إذا لاحظوا الجمع، شوف، كتابة طويلة، كتابة جمعية طويلة، كتبنا خمسة ثمانية مرات، في حين الضرب كتابته مختصرة. إذن أهم قواعد الضرب ما هي، وأهم مميزات وفوائد الضرب ما هي أصدقائي؟ أحسنتم، هو يسهل علي الحساب. إذن الفائدة الأولى لجدول الضرب ولحفظه هو أنه يسهل علي الحساب. ثانيا، لاحظوا بأن الضرب ما هو؟ إنه جمع متكرر، خمسة تكررت ثمان مرات، خمسة تكررت ثمان مرات. إذن تذكروا أبنائي بأن الضرب جمع متكرر، الضرب جمع متكرر. أحسنتم، بارك الله فيكم.